نعود بكم إلى أخبار الوطن. على امتداد السنوات الأخيرة يتم بمدينة طرفاية إنجاز مجموعة من مشاريع تأهيل المجال الحضري من شأنها المساهمة في الرقي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة إقليم طرفاية وتحسين جاذبية المدينة وجعلها قطبا واعدا للسياحة الداخلية والخارجية. من طرفاية نتابع الروبورتاج عبد الغنيش بار عبد الرحيم فيلول وجهاد ليبري. عرفت مدينة طرفاية خلال السنوات الأخيرة إطلاق العديد من الأوراش التنموية المهيكلة والبرامج الواعدة، وذلك في إطار استراتيجية تتوخى إدماج ساكنة المدينة في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يشهدها الإقليم. أهم المشاريع اللي دارت في إقليم طرفاية مؤخرا هو المقر الجديد الكبير ديال العمالة، اللي هي أكبر عمالة في الصحراء، عن محكمة جديدة، تأهيل ميناء كما قلنا سابقا، مدرسة للإبداع، شوارع جديدة، أحياء تم تجهيزها جديدة، قاعة مغطاة، ملاعب للقرب، يعني واحد مجموعة كبيرة المشاريع اللي رأت النور في السنوات الأخيرة. ففي مجال التأهيل الحضري عرفت المدينة استثمارات كبيرة تم إنجازها من قبل العديد من المتدخلين بهدف تعزيز البنيات العمرانية وتوفير جميع متطلبات السكن اللائق لعموم ساكنة مدينة طرفاية، والتي كانت تعاني حتى زمن قريب من ندرة المياه الصالحة للشرب وانعدام شبكة للصرف الصحي. فيما يخص المشروع المتعلق بالماء الشرب، هذا المشروع يحتوي على تقوية منشأة التوزيع وقد تم الانتهاء منها، وكذلك إنجاز محطة جديدة لتحلية ماء البحر لتقوية الإنتاج بإنتاج إضافي يقدر بحوالي 1300 متر مكعب في اليوم. هذه المحطة هي في طور إنجاز. من شأن هذا التأهيل الذي يشهده المجال الحضري لمدينة طرفاية أن يعطي دفعة قوية للاستثمارات ويجعل المدينة تطلع بدور طلائعي في جلب الاستثمار وتحقيق النماء الاقتصادي، وذلك من خلال تضافر جهود كافة الفاعلين والمتدخلين الاقتصاديين لإنجاز مختلف الأوراش الكبرى بإقليم طرفاية. الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طرفاية سيد عبد الحق السعدي، رئيس مصلحة التعمير والبيئة بالجامعة الترابية لطرفاية. أهلا بك سيدي. مرحبا أستاذتي. بداية قربنا من الغلاف المالي المخصص للمشاريع اللي يتم إنجازها على مستوى المدينة، وشنو هي نسبة تقدم الأشغال فيها؟ عرفت المدينة في السنوات الأخيرة